نروح هنا تشاهين ده صوته هنا في جنة روح هنا تشاهين ده صوته هنا في جنة روح هنا يا الماشي للميدان يا الماشي للميدان جيب لي معاك بومبان شردري يكون مليان لا فاضي لا خزان لا انا ما جايين نقول يا اخي نحن عايل لبعض صراحة كده جايين هنا عندنا هدف هدفنا مما كان اول كان واحد لكن هسه بدأت المناوشات احنا ما علينا بالمناوشات علينا بهدافنا ده يجيب لنا حقنا حقنا بيجي لكن لما تكورك ثورة تحس بانك انت زعلان من جوا لكن انت عاين كده انت نحن جايين حفلة ما جايين عاين للناس اللي بيهتفوا ده صح دايرين ثورة من جوا قلبنا من جوا زعلانين هنا في ناس توفت هنا في المكان الواقفين ده في ناس ماتت يعني احنا قاعدين يعني في الدم بتاع الناس اللي ماتت دي لان نجيب حقهم ولسه ما في حاجه حصلت صح؟ ما في شيء عملوا قاعدين قالوا عطاله قالوا علينا شنو؟ عطاله لكن عطاله انتوا شايفيننا ها؟ جايبه حقها جابوا 70 مليون دولار من مكتب الرئيس دي عطاله؟ شغالين ولا ما شغالين؟ شغالين جابوا لنا قروش من المكتب جوا صح ولا غلطان؟ عاملين لهم رجع جوا جوا هم مجتهدين صح؟ مجتهدين قالوا كوبري قابل الكوبري قالوا قفلوا الكوبري ده بقول له كم يا جماعه سنه ولا ما سنه اثر دسي وقت الاعتصام اثر دسي معناها حرقهم شغل لما نحرق بتعب شديد شقير احنا شنو نشيد حيلنا شويه الثوره من جوا شهداء انا ما ماتوا يا راكب التاتشر يا راكب التاتشر يا اخويا ود امي يا الدارب يا همي ما انت سوداني ولا ذاتي سوداني انا طالع الشارع ومؤمن بدمي ما تستبه دمي ما انت سوداني ولا ذاتي سوداني يوم قلت سوداني عزلي جنسيه خلي قبلتك ايه وانا قلت راسيه ممكن تعديه قال لي يا ما ممكن علشان ضروريه انا قلت طيب شوف انا امي عمريه في شكل زنديه وابويا فراوي وملامح زجيه وبصلي بالعربي دعوات نوبيه الحاني بالتنبر اشعاري شيقيه يوم قلت سوداني عزلي جنسية قال لي قبلتك ايه انا قلت راسية ممكن تعدية قال لي ما ممكن علشان ضرورية علشان ضرورية كلك ثورة ايدك على ايدي نلبس درع جدي ايدك على ايدي نلبس
ديري جدي نبت النضال بدري أصل الطلب معروف حرية بالمكشوف حرية في صغير يكبر ويبقى أمير والحارة لا يجي الشعب يريد تغيير ثورتنا هالسجن ثورتنا في الخرطوم مدنية هالسجن مدنية في الخرطوم من شعبنا المظلوم والعسكر زار سارب حقوق الناس بالضرب والرصاص لا راح على الأمة لا أم لا أمة ثورة في دمي ثورة رديق طول عمري ثورة كل الصغار نادك ثورة باسم الوطن سموك ثورة سموكي سموكي ثورة سموكي سلمية ثورة في مطلع الشارع ثورة نطعمك في الجارع ثورة يا شعبي يا راية ثورة زلزل جبال الخوف ثورة احرق حريق الجوف ثورة اصل الطلب معروف ثورة حرية بالمغشوف ثورة حرية بالمغشوف حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب يا ناخذ حقنا يا نموت زيهم كلام واضح يا نجيب حقهم يا نموت زيهم يا نجيب حقهم ثورة بنحبك شعب كبير ثورة بنحبك شعب عظيم ثورة بنحب الشعب الزيك يا شعب الكلمة الطيبة ثورة مغيور شعوب العالم ثورة قولك صامت بدعاني ثورة مجروح تنزف يا واعي وترد الجرح أغاني متعدد في ألوانك متعدد في أديانك والعز لقيت سوداني والعز لقيت سوداني بنحبك شعب كبير بنحبك شعب عظيم جاينك بالتنوير جاينك بالتغيير بالله معقول والممكن ونصير بالوعي نصير سودان الأمس نفوته سودان الأمس نفوته سوداننا نسوي جديد سوداننا نسوي جديد الأنا والذات ننساها الأنا والذات ننساها نتكاتف كلنا سوا نتكاتف كلنا سوا ما منك يطلع خازوك ما كوز وسخان النية حنجيبة ديمقراطية حنجيبة ديمقراطية نطلع شرف الحرية نالو الديانة بتحكم وطنتك تبقى هوية نالو الديانة بتحكم وطنتك تبقى هوية نالو الديانة بتحكم وطنتك مايك زاد وما لانه شوف احنا صورنا لا المايك المايك دي برا والله 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 يعني شهدانا ما ماتوا ثورة شهدانا ما ماتوا ثورة شهدانا ما ماتوا ثورة عايشين مع الثور ثورة عايشين مع الثور ثورة الموت من خايف ثورة الموت من خايف ثورة عارفين نجيب الدم ثورة عارفين نجيب الدم ثورة استاذ كتب قصة ثورة استاذ كتب قصة ثورة احمد كتب قصة ثورة وطن الشام نقراها للأجيال نقراها للأجيال معروف الاستوار معجوب رقم غالي ناويها بدم أثبت بإنه شريف كل الوطن هم كل الوطن هم نتلاقى بالثورة شايلين وممجين مسلم على وزن الباوي فوراوي ثورتنا منتظمة يا سائر انا خطوتي ما معك دم الشهيد مارح 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 تشهيد نزاد هنا في الجنة روح هنا تشهيد نزاد هنا في الجنة روح هنا دم الشهيد مارح والله ما بنرتاح والله ما بنرتاح كل النبي بسح لابسين نحن وشح مكتوب عليه وعديل فليعدم السفاح فليعدم السفاح فليعدم السفاح فليعدم السفاح فليعدم المغرور يا عنصر المغرور كل البلد داركور يا عنصر المغرور كل البلد داركور يا عنصر المغرور
كل البلد تربر يا عنصر المغرور يا عنصر المغرور كل البلد تربر يا عنصر السفاح يا عنصر السفاح وين الجنوب وين راح وين الجنوب وين راح ايدك 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 على ايدي ايدك على ايدي نلبس بريتيكي نبدا نتاع البدري اصل القلم معروف حرية بالمكسور حرية بالمكسور حرية بالمكسور حرية طفل صغير تكبر وتبقى عبير والعار علي الشيل الشعب يريد تغيير ثورتنا السيدكم ثورتنا السيدكم على شعبنا المظلوم على عسكري الظالم على عسكري الظالم سالب حقوق الناس بالضربي والرصاص لا راعي للأمة لا أم لا أمك لا راعي للأمة لا أم لا أمك يا راعي للأمة لا أم لا أمك أنا السلام عليكم يا أخواننا والحاجة أشكر دكتور أنور على المبادرة الرائعة والرائعة جدا دي في حاجة بسيطة بس عايز أنوه لكم عليها وبعدين نشوف كل التاني يا أخواننا والله في عادات ظاهرة على شارع القيادة ده على مستوى الاعتصام عادات سيئة يا أخواننا فأنا بحمل أي زول فيكم هنا أمانة في رقبته اليوم الدين أي زول شاف سلوك يا أخواننا ممكن يسئلنا يسئل ثورتنا دي يا أخواننا يوقفوا الحاجة دي والله بتخسر مننا إحنا أي زول شاف سلوك ما كويس يوقفه طوال يا أخواننا من غير ما يتردد يا أستاذ يا أخو الحاجة دي غلط الحاجة دي بتخسر مننا أنا يا أخواننا أنتوا ما عارفين في إعلام سلبي مسلط قصاد العادات السيئة دي عشان يصورها ويوثقها وينشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويعكس صورة الثورة السودانية بالصورة السيئة دي فنحن يا أخواننا ما نديه فرصة شكرا لكم يا سلام كلهم كله فلا كلام أخونا ده منطقي شوية أنا دارينا وقايل لكم برضه نقطة ثانية الثورة دي ثورة شنو؟ ثورة شنو؟ لا ثورة وعي ثورة ثورة شنو؟ يعني يا جماعة هسي يعني زي الحصل اللي زنون ده هل أنا لو شفت زول أنتوا سميتوها ديمقراطية ولا أنا غلطان؟ ديمقراطية ولا أنا غلطان؟ ديمقراطية معناها أنا أتكبر أي زول قال كلام ما عاجبني بتكبروا غصبا عني ما نحن دايشين جينا دايشين شباب ما عارفين السياسة كيف ما عارفين أي حاجة صراحة ما عارفين حاجة عارفين السياسة دي والله ما عارفين أنا واحد من الناس ما عارفين لكن بحاول أتعلم أني أتغبر رأي أي زول لا أعمل مشاكل ولا أكورك في زول ولا دال هذا لا تساعد أنا غلطان يا جماعة فنحاول بأي طريقة يكون عندنا وعي الوعي أهم حاجة وكونك أنك تستمر أنك تنصح أخوك في الحاجة الصح تنصح أي زول يعني تزاد أجر لك ساعد أنا غلطان نحاول بغير الإمكان نعمل شنو نوعي نوعي الناس الثورة ثورة شنو؟ ثورة ثورة شنو؟ يدك فوق كلك يدك فوق يا جماعة الطلقة ما بتقتل بتقتل سكعة الزول سقطت ما سقطت صابنا حتى لو سقطت صابنا ارفع ايدك فوق وانت بتفتش ارفع ايدك فوق كلنا مع بعض الطلقة ما بتقتل بتقتل سكعة الزول الطلقة ما بتقتل بتقتل سكعة الزول ارفع ايدك فوق وصفي كلنا مع بعض الطلقة ما بتقتل بتقتل سكعة الزول الطلقة ما بتقتل بتقتل سكعة الزول الطلقة ما بتقتل بتقتل سكعة الزول سقطت ما سقطت صابينا حتى شكرا لكم يا شباب يا اخوانا تواصل فعاليات مجموعة مبادرة الباحثين السودانيين واحنا مجموعة طبعا هدفنا نشر الوعي والشعار بتاعنا هنا في محيط العصيان حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب الآن بنبدأ بأول برنامج عندنا وهي رسالة بتاع الدكتورة من دكتورة نجلاء عبداللطيف خلصتها للتو في ماليزيا
والعنوان بتاع نموذج الوسائط المتعددة وتكامل المعرفة لتحسين مهام استجابة طوارئ الفيضانات في السودان. هتقدم البرزنتيشن لسه حاليا، نستمتع بها كلنا. بعد ذاك بروفيسور سيف الدين نقرابي هتكلم عن مستقبل التعليم والبحث العلمي في السودان. بعد ذاك عندنا محاضرة يومية عبارة عن دورة إسعافات أولية. بعد ذاك عندنا محاضرة يومية برضو عبارة عن دورة بتاعة الخطابة الجماهيرية. فالآن هنبدأ بأول فعالية عندنا اللي هي نموذج الوسائط المتعددة القديمة دكتور نجلاء، وهي والدة الأمور الحليونة دي الثائرة الصغيرونة الكنداكة. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أحيي الثوار، أحيي الثوار وأحيي الثوار، ولو اتكلمت من اليوم إلى بكرة وحي ما حيكفي حقه، وإن شاء الله بإذن الله النصر 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 لكل الشعب السوداني. ومن هنا برضو بحي أمهات الشهداء وبعزي أنفسنا وعزين إن شاء الله في كل دم لشهيد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دكتور نجاة عبد اللطيف، جامعة UTM بماليزيا. فالبحث كان نموذج الوسائط المتعددة وتكامل المعرفة لتحسين مهام استجابة طوارئ الفيضانات في السودان. طبعا البحث يعتبر ذات أهمية في أنه جمع تكامل المعرفة ووسائط والوسائط المتعددة في لدرء الكوارث أو لاستجابة الطوارئ في السودان. فهي يعتبر تقريبا البحث الأول في السودان، لأن أنا بحثت لقيت بحث قبل كده لورقة علمية لمجموعة نفير، لكن هي كانت بتتكلم عن دور الوسائط المتعددة في الكوارث، لدرء الكوارث أو لاستجابة الطوارئ. طيب نحن لكن هنا بنتكلم عن دور الوسائط المتعددة في إنها تكامل المعرفة، وكان في نموذج متكامل. طيب أول حاجة عايزين نعرف، أو إحنا كلنا عارفين إنه الفيضانات أثر الفيضانات الآن أثر الفيضانات أصبح عالميا أو واحدة من الكوارث العالمية اللي بتأثر وبتضرر منها البشرية أو الإنسانية، وأيضا بتتضرر منها البنية التحتية. وما عايز أتكلم كثير لأن إحنا كلنا عارفين أثرها في إنها دمرت لنا مدارس، في إنها شردت أسر، في إنها كسرت مستشفيات، وإحنا عارفين طبعا آثارها وأضرارها. طيب إحنا بحثنا هنا عشان يحل مشكلة شنو؟ يحل لنا مشكلة إنه كيف إحنا نستجيب للطوارئ. طبعا إحنا عارفين إنه في منظمات بتشتغل في الطوارئ. إذن البحث هنا الهدف منه إنه يحل مشكلة استجابة طوارئ المنظمات أو المنظمات العاملة. طيب أول حاجة لو سألتم كلكم حتقولوا معرفة دي شنو؟ يعني شنو معرفة؟ طيب أي واحد فينا عنده معرفة؟ طيب المعرفة هي شنو؟ هي مهارات أنت اكتسبتها، الآن مثلا زي الشاب اللي قبل شوية بيتكلم، فلو لاحظنا إنه ما شاء الله بيتكلم بجرأة وبطريقة جميلة جدا، فدي مهارة اكتسبها، وهو الآن حولها لشنو؟ حولها لفعل. طيب المهارة أيضا هي دروس إحنا تعلمناها. هي عندنا وغايق حقائق، دي كلها تعتبر شنو؟ تعتبر إنها معرفة. طيب المقصود بتكاملها شنو؟ يعني تكامل معرفة؟ تكامل معرفة يعني معرفتي أنا ومعرفتك أنت ومعرفة غيرك. زي ما قلنا قبل شوية مثلا إحنا كلنا ما عندنا فكرة عن السياسة، لكن أنا الليلة عندي كان بعض مثلا معلومة عن شيء معين، غيري عنده معلومة وإنت عندك معلومة، كل المعلومات دي تكاملت. إذن عندنا علم معين اسمه تكامل المعرفة. طيب تكامل يعني إذن معناه تجميع، تجميع في مكان واحد. طيب التجميع في مكان واحد هدفه تنسيق الأنشطة، تنسيق المهام، اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، لإيجاد الحلول، للمشاكل المعقدة والصعبة. طيب إحنا كيف بنكامل المعرفة؟ لو سألتكم كيف بنكاملها؟ في آليات محددة لتكامل المعرفة وهي أربعة. طيب الرولان دايركتيف، القواعد والتوجيهات،
الروتين التسلسل ومجموعه المشاكل واتخاذ الغرارات والحلول. دي الطرق حقت الاربعه لتكامل المعرفه. لكن طيب الطرق دي كيف بنستخدمها عشان تكاملين المعرفه؟ لازم وجها لوجه زيي وزيكم كده. احنا كلنا سنه لما نتكلم معاكم معناها اديتكم معرفه، معناها اديتكم معرفه او معلومه، لاني نفسي قلت لكم اصبحت معلومه. معرفه يعني هي موجوده في راسك خلاص، لكن انا لما اتكلمت وطلعت عليك معناها انا اديتك هسه معلومه. انت ممكن ما تكون هسه عرفت الموضوع كله، لكن عرفت حاجه اسمها معرفه، تكامل معرفه، اثرها خلاص، اثر لحل المشاكل. طيب لكن انا علاقه الموضوع ده في بحثي شنو؟ طيب ما انا بتكلم عن انه عندي مجموعات فرق او منظمات بتشتغل في مكان واحد. طيب ممكن اكامل المعرفه زي ما قلنا بوحده من الاليات والطرق دي، لكن زي في حاله بحثنا الان احنا بنشتغل في مناطق متعدده، المنظمات بتشتغل في مناطق متعدده، عندنا في اماكن الفيضانات، فيضان في القاش كسلة، اوكي في مناطق هناك والقاش نفسه او كسلة فيها عدد من المناطق. اذا طيب كيف حيتواصلوا المجموعات دي او المنظمات دي كلها مع بعض؟ هنا في الحالة دي ما حيقدروا يتواصلوا وجها لوجها زي ما احنا بنتكلم، صح؟ في الحالة دي ما حيقدروا يتكلموا وجها لوجها. اذا عايزين طريقة معينة لوسيلة الاتصال، واثبتت الدراسات السابقة انه هناك مشكلة اتصال في مناطق الفيضانات او مناطق استجابه الطوارئ. طيب وخاصه في اجهزه المعدات اذا كانت واقعه، وايضا بغلاء الاتصال. احنا ممكن واحد فيكم يسالني يقول يا اخي ما في تلفونات. طيب احيانا التلفونات نفسها انا لو عايز اتكلم احيانا كثير الشعب السوداني كله ما عنده رصيد، او ثلاث ارباعنا ما عندنا رصيد. بسكور زي ما بكون عندنا، لو عملت بسكور بتكون عايز تكلم واحد او اثنين. طيب انا في المجموعات او المنظمات عايز اتكلم مع مجموعه كبيره. طيب لو سالتكم الطريقه عشان اتكلم مع مجموعه، طريقه عندي طريقه ممكن يتكلم بها الوسائط المتعدده، صح؟ الوسائط المتعدده، عايز اعمل جروب واتساب، عايز اعمل جروب فيس. اذا ده اهميه البحثيات في شنو؟ في انه احنا بنستخدم الوسائط المتعدده دي عشان تكامل لنا المعرفه، يعني عشان تجمع معرفتنا، يعني انا الان عايز اعمل شنو؟ عايز اجيب يا اخي انا عندي منظمه عايز توزع مؤن غذائيه، عايز تعرف اكثر الطرق، عايزين نعرف المناطق، اكثر المناطق المتضرره، عايزين نعرف وين المناطق المحتاجة؟ طيب في الحالة دي إذن أسرع وسيلة هي كان شنو؟ الوسائط المتعددة. يعني أنا بالواتساب الآن أول فيس بكتب يا أخواننا أنا مثلا أنا في المنطقة الفلانية محتاجة لكذا وكذا، لكن الطريق المؤدي للمنطقة دي فيه طريق مكسور وفي طريق ثاني اسهل. دي اسمها معناها انا اديتك معرفه وانت اديتني معرفه ومعرفتنا كلها اتكاملت. وفي اللحظه دي انا كمدير مثلا كمدير فريق حقوم اقدر اتخذ القرارات السريعه المناسبه عشان اقدر احل لي واحدة من المشاكل الصعبة. اذا بتأخير المعلومات او اتخاذ القرار المناسب ممكن تحدث اضرار جسيمة. طيب هنا البحث حقي كان بيتكلم عن شنو؟ عايزين نعرف العوامل اللي بتأثر على السوشيال ميديا نفسها، على الوسائط المتعددة نفسها، شنو العوامل اللي بتأثر على الوسائط المتعددة نفسها؟ وبالتالي بتأثر على شنو؟ على استجابة طوارئ أو مهام استجابة الطوارئ. طيب في النموذج حقنا ده كان أهميته في إنه كامل لنا نظريتين وهي على حسب الدراسات ما تكاملت أو ما تجمعت قبل كده. والنظريتين هم كانوا النوليدج بيس ثيوري والتاسك تكنولوجي فيد.
طيب المنهجية اللي اتبعتها في البعث، لما نقول منهجية، لما أقول منهجية معناها عايز أعرف الطرق أنا جمعت بها البيانات، الطرق أنا حجمع بها البيانات، الطرق اللي حجمع بها البيانات كانت هي الكوانتيتاتيف أو الكيفية، الطريقة الكيفية. طيب الأداء دي طبعا طريقة أو منهجية، أما الأداء اللي أنا بجمع بها البحث كانت هي الاستبيانات. الأداء هي كانت الاستبيانات، الأداء هي كانت الاستبيانات. طيب بعد ما جمعنا البيانات دي، بعد ما جمعنا البيانات كيف نحن بنحلل البيانات دي؟ حللتها ببرنامجين، برنامج الاس بي اس اس هو البرنامج الاحصائي او البرنامج الاحصائي، والبرنامج طبعا ده بحلل به الديموغرافيك او البيانات الديموغرافيه، البيانات الديموغرافيه زي العمر والسكن والسن دي بنسميها ديموغرافيك او البيانات الديموغرافيه، دي حللتها ببرنامج الاس بي اس اس. اما البيانات الوصفيه زي الاسئله الثانيه حقت الاستبيانات فحللتها ببرنامج السمارت بي ال اس، فكانت الحمد لله ادت لنتائج جميله جدا ونتائج صادقه، والحمد لله رب العالمين. طبعا ناقشتها وان شاء الله عقبال عندكم، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا عن النبذه البسيطه عن البحث. الو السلام عليكم. بنشكر السيدة الدكتورة لما قالته عن الفيضانات ومع الفيضانات. فأي شيء نحن في السودان هنا بنتمسك عليها فده ما في جو داعي، اللي هي بتكون على أراضي. إذا أنا حتتي واطية بتجيلي موية بعد 40 سنة 60 سنة وحاول إني أرحل في حتة عالية عشان ما تجيني الفيضان، ما بيقبلوا لي عشان أمشي أسكن فيها. ثاني شيء انت كحكومه تاسس لي الحته انه انا امشي ارحل فيها، ما عندي الامكانيه عشان ابني، عشان توضح للدكتوره دي وتحلل فيما اقوله انا كأنا اصلا قاعد هنا في السودان ده ولا فين كده. اوه كل السودان شفنا وشفنا وشفنا وشاهدنا في احمال كثير من الحكومه السابقه يا جماعه، عينه الضرر جايانا وما بتصب شنو بالعزافات عشان احنا يجيبنا من الغرب. وبعدين شنو يعني الشارع ده مقفول وفي شارع هناك قريب، ما في كده، في طيران مروحيه تسعف النازل، اذا النازل شعبك وسط بهموك وانت محتاجين بكره تحتاجين بس بالتصويت. لا يا جماعه، تقدم الشيء تكسبهم قبل ما التصويت يجي، والتصويت ده خيار من عنده، ما عجبه ما صوت لك ما ضروري اكسب، انت كبتربي لك طفل في البيت دي التربيه وده هذا وهذا 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 وهذا، مش تطرده انه يجي واحد عمه خاله بتاع يا ولد انت بس خانه خليك بهناك. خاله جو فات ما عارف انه حاجه، يا خاله يا عمته يا حبابته ما عارف انه حاجه وفات. بعدين الشعب السوداني ربما يكون كثير فهم، اما اللي اختربوا برا بيشوفونا نحن والله علمنا والله معرفتنا لسياستنا نحن كسودانيين بسيطه والله ما بسيطه، فات وانهنا سياستنا نحن والله بالذات في كل صغيره وكبيره. مستوعبين الحته دي تماما جدا جدا، انتوا اذا انه دارين تزعفونا ما نغرق فتعملوا التحوطات اللازمه، وده وطنكم، تركبوا طياره تركبوا بتاع تشوفوا لنا المحل المستقبلي تمام، وخليك من الناس البعاد اللي ما بيستطيعوا. نحن في الخرطوم بنغرق في 2006 ولا 2013 انا غرقان هنا في جبره، ده الخرطوم دي بقوها لنا عاصمه الثقافه العربيه، انا غرقان هنا في موقف جبره، المويه ليه هي اتلوضوا هنا؟ ليش له؟ وين مصاريفكم بتاعت المياه؟ طيب عشان احنا ننظف الخرطوم وننظف بعد الخرطوم، تعليم ده لما يكون بجان نقري ولدنا ده من الروضه لغايه الجامعه بجان، طلابنا ده اللي ينظفوا احيائهم ينظموا نفسهم ينظفوا احيائهم عشان تكون نظيفه ومرضيه بالمربع. ده المطلوب يا جماعه، التعليم ده لما يكون بجان يا طلاب تقروا بجان، نظفوا مناطقكم صف المياه اي ابلاغ، انتوا اللي بتشتغلوا انتوا بتشتغلوا، انا عاداكم نظمت لكم برنامج هتجي تشتغلوا عليها طق 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 طق، ما في شنو؟ مويه، ما في ترسب بتاع اكياس بتاع توساغ بتاع شنو؟ والبلديه يا جماعه قاعده والعربات بقت خرد، والله ما باقي الا يوزنون. وين المهندسين المسكين الشغل ده؟ اشتغلوا ما دارين عربيه تتشلع، تجي سبير من المخزن تطلب الطوالي والزول ده يستعيد يشتغل.
تعفير وما تعفير وما ادري ايه، والبلد كلها وسخانه. كنا دخلنا سوق العربي وسخانه، وكنا طلعنا بر سوق العربي وسخانه، وكنا طلعنا وصلنا لحياتنا مع الجزيره بجاي وسخانه، بجاي شرق النيل كل مرقنا بغادي ليه ام الغرب من القهوه وسخان. رجعنا ورا هنا مرقنا للعمريه من القهوه وسخان، مشينا هنا الحجوز للتعويذات وسخان. يا جماعه ده كله شايفينه عارفينه من اللي بيصلحها يا جماعه. من جديد ان احنا لما نعمل منهجنا ده ولا ثورتنا ده تكون، احنا ما تفوتنا حاجه، الصحيفه تشتغل والمجلات تشتغل والاذاعه تشتغل، لان ننمي فهم راغي ونمشي نتبع عليه وقوانين اللازمه المهمه اللي بتتفق على المدنيين. شكرا جزيلا، المزيد تترقب بعد قليل ان شاء الله. تفضل. بسم الله والحمد لله. امر مناسبة الفيضانات يعني هنا في منطقة شمال كردفان جبل الدائر، الفيضانات دي بتجي زمن المطاريف، الشارع بيقفل حتى يعني هنا التعليم نغلي، يعني هنا بالاساس ندرس. يعني نقول تمام، هذا نقول غشينا الاساس اكثر من 200 نفر، وكنا حصل من الثانوي ما عندنا مدرسه، لا مدرسه لا ترحيل ولا معاوي ولا اي شيء، نكون معانين. يعني كل الناس تطلع من المدرسه، الزول المستطيع بيغطي ولده، يعني اي شارع في البيت يومين ثلاثه نكون نايمين في الشارع، شالين كراساتنا نايمين ثلاثه يوم اربع يوم خمسه يوم، الشارع يفيد شويه وقت فاض اصلا امسكك هنا. البنات ما بقروا هنا، تقريبا البنات ده هناك ما في، نقرا اولاد بنانا قبل تقطع الشارع توصل للمدرسه تلقى الناس فاتوك، الناس فاتوك اسبوع اسبوعين تقرا تبتهن ما بتجيب النتيجه، تقول انا خلاص نيأس نطلع. ده بالنسبه لنا الناس البقر، اما بالنسبه للناس الكبار والشياب ديل بيكونوا قاعدين، الشارع بقفل 15 يوم شهر شهرين ثلاث شهور، ما في موان ما في اكل لا شراب ولا شيء. الناس اللي بيشربوا الجبن حتى راسه بوجه يربطوا بمنديل بقطع، المهم منتظر ننتظر ثلاث شهور اربع شهور السكر ما بنلقى، نشرب شاي ببلح مره ومره ما بنشرب ومره بكلو ساق مشان بس عشان الواحد شنو يفك يا راس. يعني هسي الفيضان دي دمرت كل شيء، لكن دارين الهلل المناسب، لا في طايره مروحيه تجيب لنا لا سكر ولا اي شيء، نكون معانين. يجي الغريب نزرع والزرع يطلع يجونا دارين ضرائب دارين يجلو مننا كله. انا هنا بنزرع تجيب لك 20 شوال بتاي شيء، وقد يجي زمن الخريف تلقى نفسك ولا جنيه منك، كله يجلو منك ضرائب ونفير وحاجات بشكل ده. نرجو شارع جبل الداير الرهب شارع ده قافل هسي، يجي الغريب وبكري ارجو ان شاء الله عملنا شنو نفق طاير ساكت، ما داري نصل هذيل عملنا نفق طاير ساكت كده، انا نقطع بزمن الخريف عشان نجي شنو نشيل على الاقل المهن وناكل الناس تعيش، لكن ما في ناس يعيشوا في رفاهيه وبعدين نكون قافلين الشارع اربع شهور خمس شهور ما في موان، نكون عايشين بمعنى. الداير يمشي يزور جبل الداير يعمل دراسه في جبل الداير والشارع الناس اللي بيجوا فيه ويجي يشوف الباص شنو، لكن ارجو امشي زوروا جبل الداير وشوفوها، شوفوا غيراتها والحياه اللي تطلع منها وشوفوا الشارع الناس اللي بيجوا فيه. وشكرا جزيلا. طيب دقائق، انت مستعد انه تستقبل باحثين يجوا جبل الداير يعملوا بحوث هناك كده؟ انت مستعد؟ لو جو اصلا في باحثين دايرين يعملوا دراسه، جبل الدائر اصلا هي ما بعيده من الرهد، مسافتها ما بعيده، مسافتها تقريبا ساعتين من الرهد هي محليه، وجبل الدائر منها ساعتين، لو انت اصلا تمشي بكروزر اقل من ساعتين، مش ساعه المهم تحصل. بس انتوا هل مستعدين انكم تستقبلوا الباحثين هناك؟ الباحثين بيجوا باحثين بتاعت بدرسوا الغابات والمهم ده كلهم بيجوا، لكن الشارع بيكون واير، يعني احنا دايرين نصلح لنا الشارع علينا اقل شهر نفق طائر ساكت. ارجو ان شاء الله يعني صوتك ده يسمع ويصل للجهات المعنيه في الحكومه الانتقاليه ولا كده على اساس انه يصل. طيب دكتور نجلاء تواصل البحث بتاعه؟ لا ما هي في دكتوره بتقدم في بحث علمي محدد، بعد ما تخلص خليت انتهيت؟ السلام عليكم. علي صوتك، قرب الصوت. اشكرك كثير على المعلومات دي، بقول لك انه احنا لسه يعني انا مهند احمد، السلام عليكم، طالب في جامعه العلوم التقنيه كليه العلوم الاداريه، لسه احنا طبعا بعيدين تخصص البحث العلمي ومفهومه ومضمونه
وتنفيذه على أرض الواقع. دور الإدارة بالضبط في موضوع البحث العلمي في الشغل البراكتيكال يعني مع البحث العلمي، فبس تديني فكرة عنه. يعني السؤال الأخذ جدد، يعني هو من الأزياء الأول مشاكل كانت أنا يعني اكتشفتها ونفسي جدا عالية. ففي جروب أصلا سودانيس ريسيرش نيفاتيف في الفيس، طبعا في عدد من الورش، في عدد من البرامج اللي هي مفيدة، لكن أنا صراحة على أرض الواقع نفسي جد يعني إني أخذ في المجال ده. طبعا موضوع البحث أو مفهوم البحث مفهوم كبير، يعني إحنا ما حنقدر نناقشه، لكن أنا أتمنى إن شاء الله دي يعني كل الباحثين إنهم يتضافروا، ومجهود كل الدكاترة وكل أي باحث إنهم يتضافروا لرفع مفهوم البحث العلمي في السودان. يعني إحنا فعلا بنفتقد المفهوم ده. يعني حتى أنا واحدة من المشاكل كان واجهتني، الله يديكم العافية إن شاء الله بإذن الله، يعني صراحة بحيث إنه الواحد عليه مسؤولية كبيرة ودور كبير إنه يخدم البلد دي ويقدمها حاجة، فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. أنا عن نفسي بإذن الله يعني عندي تقريبا أدوني شهرين عشان أمشي أسلم البحث حقي، وبعد بنزل اسمي في سودانيس ريسيرش جروب وإيميلي للتواصل، وأنا جاهزة إن شاء الله بس أسلم الرسالة حقتي وأخذ شهادة استلمها، لأن أنا ناقشت الآن ومستلمة بس أسلم البحث حقي، يعني بسافر يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله أسلم البحث. فأجي بإذن الله بتواصل مع دكتور أنور بإذن الله وبنزل الإيميل حقي، وأنا جاهزة بإذن الله بإذن الله لخدمة الوطن ولخدمة كل الشباب الباحثين إن شاء الله بإذن الله. وده ما كلام منصات، لكن إن شاء الله بإذن الله كلام جادي بإذن الله، وأتمنى وناشد كل الباحثين. أنا متأكدة ما أنا أول باحثة ولا أول دارسة، وأنا بعرف عدد من الدكاترة وعدد من اللي تخرجوا قدام الزملاء خاصة من جامعة UTM ماليزيا، وبعرف كثير من الدكاترة هنا موجودين، فبناشدهم يعني يا إخواننا عايزين زكاة العلم. زكاة العلم بتكون في شنو؟ زكاة العلم في إنك كيف تنشر معرفتك، تجد في المنصة، تشارك في الجروب، تشارك في أي منصة أخرى عشان تنشر العلم. فإن شاء الله بإذن الله، فأنا ما عندي مشكلة وبدي عنواني إن شاء الله لدكتور أنور عن نفسي، وبناشد المجموعة اللي معي في الجروب برضو باسمكم إن شاء الله. طيب يا شباب، احتمال في ناس واقفين هنا وما عارفين ما هي مبادرة الباحثين السودانيين، مهم جدا تكونوا عارفين. المجموعة دي يا اخوان عمرها 10 سنوات، عمرها 10 سنوات، وهي تعتبر اكبر تجمع بتاع باحثين واكاديميين سودانيين. عدد اعضاء المجموعة في الفيسبوك 467,000، منهم ما لا يقل عن 3,000 من حملة الدكتوراه، موجودين في كل انحاء العالم. احنا من اهدافنا الرئيسية تطوير وتنمية مهارات البحث العلمي، وخليه هو الحاجة اللي بيوخد بيها القرار في السودان وللسودانيين في كل مكان. فدكتور نجلاء يعني هي تقريبا من اواخر الناس المنضمين لحملة الدكتوراه في المجموعة، لكن في ناس يعني عندهم خبرة طويلة جدا جدا في البحث العلمي والمنهجية على البحث العلمي، وكذلك إدارة البحث العلمي. لأن أخوانا كونك تكون باحث ده موضوع، وكونك إنك تدير عملية بتاع البحث العلمي ده موضوع بتاع سياسات وموضوع تاني كبير يعني. فعندنا البروفيسور نجرابي هيجي بعد شوية يتكلم هنا ده عن مستقبل التعليم والبحث العلمي في السودان. إحنا عندنا مجموعة بتاعت فيسبوك فيها أكثر من 100 محاضرة مسجلة، فيهم 2 من الناس اللي قدموا لنا حايزين على جائزة نوبل، بروفيسور أمريكي وبروفيسور ألماني قدموا وخاطبوا الباحثين السودانيين. يعني المخزن بتاعنا بتاع البيانات والمحاضرات للباحثين السودانيين غني جدا وثري جدا في اليوتيوب، الناس ممكن ترجع له. الجروب بتاعنا من أنشط الجروبات اللي فيها الناس تسأل يعني أسئلة طلاب والباحثين وكده، وبيلقوا أجوبة فورية من خبرات متعددة. فالمجموعة نشطة جدا وبتنشط كذلك بوجودكم أعضاء فيها، وإنكم تساهموا فيها وتستفيدوا منها. الكلام ده مهم جدا جدا أخواننا. الكلام بتاعنا بالاعتصام هنا أخواننا تطوير الوعي مهم جدا، لأنه الشعار بتاعنا ماشيين به ونحن حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. سقطت ما سقطت صابرنا، سقطت ما سقطت صابرنا. ايوه تفضل. السلام عليكم، انا علي احمد عبد الله الشدير، مهندس وإداري، درست الحالتين مع بعض، عضو
في الجروب بتاع الفيسبوك بتاع سوداني ريسيرشرز، وده اتكلم عن نقطتين نفسي حاليا مهمات جدا. النقطة الأولى إنه الجروب بتاع سودانيز ريسيرشر ذاته قدامه معركة كبيرة جدا عشان يغير مفهوم البحث العلمي، لأنه ما دام في ناس قاعدين في الجامعات برا في مكتبات الزول بيجي بيمشي يدفع للزول 2 مليون ولا 3 مليون عشان يقوم يعمل له بحث علمي وجاهز يسلم ولا مشروع تخرج أو لماستر أو لدكتوراه. المسألة دي الآن ضربت الفكرة بتاعت البحث العلمي ذاته في المقتل، ودي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا المواجهة البحث العلمي الآن في السودان. نحن لسه ما عارفين أهمية البحث العلمي وإنه كيف العالم يتطور البحث العلمي، ولسه الليله ما دام احنا بنستهلك 85% من القمح اللي بنحتاج له عشان نشتغله وبنجيبه من برا السودان، وما عارفين ان احنا ممكن نقلل الفاتوره بتاعت الصادر اذا قمنا اشتغلنا بحث علمي على الحبه بتاعتنا بتاعت القمح دي. واحده من الحاجات الكبيره جدا اللي ما عندها لحد الان مفهوم ولا عندها اي اهميه عند عموما الحكام اللي كانوا موجودين. دي الحاجه الاولى. الحاجة الثانية والله دي أنا يعني مبادرة أنت عملتها يمكن في 3 أو 4 جروبات وما لقيت صدى وما لقيت قبول أو ما لقيت ناس عموما دعموني فيها، لكن أنا بوجه الكلام ده للباحثين في التاريخ عموما وفي التاريخ السوداني. أنا طرحت يمكن المبادرة ده في عدة جروبات. الفكرة بتاعت الباحثين الجروب بتاع الباحثين السودانيين ما زالت فكرة عامة، لكن نحتاج إنه المفروض تأخذ خطوة أمام نحو التخصصية. يعني داخل الجروب ذاته يكون في لينكس معينة بتربط كل الباحثين في مجال معين، حتى إنه كل البحوث لما تقدر تتجمع في النهاية بتطلع بنقطة واحدة وبتطلع بأهداف واحدة وبتطلع بحاجة واحدة مفيدة وكبيرة جدا ممكن تستفيد من الناس. فأنا واحد ما باحث علمي لكن مهتم جدا في مجال التاريخ والتاريخ السوداني، وواحد من الناس المتألمين جدا لضياع عموما هويتنا السودانية من زمان. فيا أخي أنا عبر الجروب داير أعمل مبادرة كبيرة جدا إنه كل الكتاب في السودان نقوم نتلمع منه. نعمل بحث علمي كامل ويطلع منه كتاب بيتكلم عن هويتنا الضاعف، هويتنا السودانية الضاعت ما قدرنا نقوم نسويقها للعالم، في حين إنه الريسيرشرز القدام بيقولوا إنه أقدم حضارات سادت في العالم هي حضارات وادي النيل. دي أقدم حضارة، يلعب كل علماء الأنثروبولوجي قالوا إنه أقدم الحضارات السادت في العالم هي حضارات وادي النيل. المنطق بيقول إنه الحضارات بتبدأ من المنابع للمصبات. فإحنا الدول الثانية سرقت هويتنا وسرقت حضارتنا واتكلموا عليها وطمست هويتنا الأساسية. فيا أخي أنا عبر الجروب أنا داير أقدم المبادرة من جديد، كل الكتاب وكل المهتمين وكل الباحثين في مجال التاريخ السوداني كل الناس تقعد نطلع بعمل واحد عشان نسوق نحن السودانيين نسوق هويتنا الحقيقية وأصلنا للعالم. الأول. الحاجة الثانية الجروب ده الاعتصام ده موضوع بتاع ريسيرش عالي جدا. ده أثبت كمية من الحاجات. يعني أنا واحدة من الحاجات الناس بيها السلوك الداخل الاعتصام ده ما سلوك غريب علينا، احنا 30 سنة دمر نسيجنا الاجتماعي ودمرت عاداتنا الطيبة، لكن الاعتصام ده أثبت إنه الفطرة النغية والسليمة بتصمت قدام كل الحاجات. فالبحصل ده سوداننا، ده إنساننا السوداني الأصيل، قمنا منه وقاموا أهلنا منه وكانوا بيتحكموا منه، ونحن ما زلنا الجيل، نحن الدولة الأولى الوحيدة في العالم الزول ما بيعرف ياكل بارد كويس. فالاعتصام ده مفروض الريسيرشرز الآن يجوا يجتمعوا، والثورة دي مفروض يقوموا يوثقوا بها. أنا أول حاجة كوركت بها لما لحظة الانقلاب الثاني هنا أهديت الثورة دي للجيل بتاع أكتوبر وأبريل عشان نوريهم الأجيال الجديدة السودانية بتخلق ثورة من أساسها، بتحفيرها لا نقابات لا اتحادات لا جامعات، ثورة صبيناها صب، حفرنا أساسها وقومنا عملتها وسقفناها وشطمناها صور دي نقص والسلام قاعدين فيها الحمد لله. فليه ما يكون ده عنوان بتاع ريسيرش كبير جدا؟ ليه ما تتقدم لحد الان تقارير كبيره جدا؟ ليه ما تتعمل كتب؟ ده دي حاجه ما حصلت في العالم، والعالم لما بتفاصح بالثوره الفرنسيه اللي حصلت قبل اكثر من 500 سنه، الرئيس الفرنسي اول امبارح بيقول للثوار بتاعنا يا جماعه رجعنا عاينوا لدوله في دول العالم الثالث، احنا راضين فكرتنا دول العالم الثالث، لكن عاينوا لدوله في دول العالم الثالث فيها 5 مليون معتصم بدون تخريب ولا دمار، ثوره سلميه مما بدت لحد ما انتهت. فدي نقاط ارجو انه الناس تقوم تراعيها ان شاء الله. شكرا جزيلا باشمهندس. طيب داير نقول انه بعض بدل الثقافه بتاعت الكراهيه، الثقافه بتاعت انه يكون اخوان الحوار ما بين السوداني والسوداني عباره عن طلقه بتاعت الدوشكا. ليه؟ احنا المفروض نحب بعض، كل الناس تقول هاي سوداني وسوداننا فوق، مش كده؟ فدايرين الناس تجي في المنبر القومي اللي اسمه الباحثين السودانيين ده وتعبر عن قضاياها وعن مشاكلها، مش كده وبس، احنا باحثين تعبر وتقدم نموذج للحل. والله يا اخواننا دي المشكله، وانا بعتقد انه ده ممكن يكون حل المشكله، الناس تبحث الموضوع ده والحل الافضل نقوم طوال شنو؟ نتبناه ونمشي بيه لقدام. يا اخواننا اي مشكله ما حليناها حنبقى جزء منها.
اي مشكله ما حليناها ما قدمنا فيها مقترح احنا جزء من المشكله لاننا ساكتين قاعدين نعايل لها. الزول الشايف الحته وسخانه ما ينتقد الاعتصام، الاعتصام ده انت وانت الاعتصام، الثوره دي انت وانت الثوره صح. لقي حته وسخانه نظفها، لقي السلوك ما تمام وقفوا الهتاف. هسه حاليا الكولينج والهتاف فرصه جميله جدا جدا، ارفع يدك فوق والتفتيش بالزوق ما تزعل صح. في حاجه لطيفه موبايلك في يدك، اعمل حساب اختك صح. اي حاجه بيكون فيها مشكله ولا كده طوال الناس تبادر بانها تحلها. ده الوعي اللي بنحاول ننشره نحن هنا ده عبر البحث العلمي وعبر المخاطبات وعبر الكلام القلب للقلب. قلوبنا تكون مفتوحه لبعض يا اخوانا، ده نبني بلد قائم على المحبه واحتفاء بالتنوع لا للعنصريه. ما ده العنصريه تاني يا عنصري ومغرور، كل البلد دارفور، كلنا دارفور، كلنا الشرق، كلنا كجبار، كلنا السدود، كل جبال النوبة، كلنا جنوب النيل الازرق، كل الحاجات يا اخواننا ديل نحن صح. اخوان الخواجات ديل لو دقيت ولدك في البيت بيشيلوه منك لانه ما ولدك، هو ولد الدوله اللي حيبنيها بعدين، دايرين شخصيته تكون قويه وقويمه وما مكسوره صح. احنا دايرين يكون تعاملنا مع بعض كده، انه اي واحد فينا لو زول واحد اهينت ولا دنست كرامته كانما اهينت ودنست كرامه الشعب السوداني ككل. عشان كلنا اخواننا نكون على قلب وقلب رجل وامراه واحده سودانيه كنداكه وشفاته صح. فنشكركم يا اخواننا وحيتواصل ان شاء الله البرنامج بتاعنا الباحثين السودانيين. اشكركم جزيلا على حضور محاضره الدكتور نجلاء وبنتها الكنداكه الجميله دي. تفضل عندك مداخله ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاشم ناجي خريج جامعة السودان. بشكر الدكتور نجلاء عبد اللطيف على هذا على هذا الإلغاء ونتمنى له التوفيق في رسالة الدكتوراه. بس أنا لا نسألها عن الرسالة بتاعتها لو تطلقت لو تطلقت لفيضان الحصل في السودان سنة 46، فيضان 46 وفيضان 88، لانه الفيضانات اللي حصلت في السودان كانها بتكرر نفسها بنفسها يعني. لانه فيضان 46 كان عنده اضرار واثار جسيمه على الناس اللي كانوا ساكنين في الزمن ده، وكذلك فيضانات 88. ففيضان 88 كان هو الأسوأ يعني. فالدول الكبرى ايضا بتتعرض لفيضانات، لكن هي عندها امكانيات وبتستفيد من تجاربها السابقه. لكن احنا في السودان لو حصل فيضان، لو حصل فيضان بنفس نفس فيضان 88 هيكون نفس الاثار السلبيه، لان احنا ما قاعد نتجنب السلبيات وما بنستعد للاحداث وكده يعني. فانا بسالها عن انها تطلقت على هذا الفيضانين ونتمنى انها يعني تكون يعني توفقت في البحث وخطت خطه يعني مستقبليه يعني، لانه كل مره الفيضانات لما تجي يكون يعني في دراسه مستقبليه. وفي الختام بشكر منظمة ومؤسسة مبادرة الباحثين السودانيين على هذه الفرصة وشكرا. شكرا لكم. بالنسبة لسؤالك عن فيضان 88 انا فعلا ادرجته في البحث حقي وطرحته، ولكن انت زي ما ذكرت انه الفيضانات اكثر بالذات ال 88 46 يعني الاثار حقتها كانت شبيهة لبعض، فعشان كده انا اتطرقت ل 88، اتطرقت ل 2007 2013، فاتطرقت لبرضه فيضان 2015 و 2018، وبرضه في 2019 اتكلمت عن جزئيه فيهم. فهي تقريبا اكثر الفيضانات كانت اكثر ضررا هو كان 88، ف 46 اي نعم كان اكثر ضررا، لكن صراحه لان احنا مطالبين بانه يكون في اشياء شويه حديثه، فانا بدات من 88 ومشيت لقدام. شكرا لك. عندك اي استفسار ثاني؟ سؤالك الثاني بالنسبه للخطه المستقبليه، فانا بعتبر انه الان نظم المعلومات اصبحت من الدراسات المطوره جدا، والمعلومه والبيانات والمعرفه صارت من العلم المطلوب حاليا وهو علم البيانات. فان شاء الله باذن الله الخطه موجوده، وان شاء الله باذن الله في اوراق علميه منشوره، وان شاء الله باذن الله الجميع يستفيد منها ويستفيد من اي مقترح لكم. شكرا لكم. السلام عليكم، معاكم الكنداكة الصغيرة دي. سقطت ما سقطت صوت عالي، سقطت ما سقطت صابنا، حتى لو سقطت صابنا، سقطت ما سقطت صابنا. تصايمين معاك؟
صوت عالي. صايمين معاك رمضان صوت اعلى رمضان وصايمين معاك رمضان. سقطت ما سقطت صابنا حتى لو سقطت صابنا سقطت ما سقطت صابنا حتى لو سقطت صابنا فحصوم معاك رمضان وبعدين يا اخواننا هناخد بس فاصل بسيط وبعدها هيبدا ان شاء الله بروفيسور نجرابي. اصير نجرابي عندك مداخله؟ تعال ما تستاذن تعال نطفى كده. المسرح ده يا اخواننا مسرح قومي وللجميع. اي زول عنده حاجه داري يوصلها للناس دي فرصه مناسبه جدا جدا. لو خايف متردد عندك اي بتاع احنا بنساعدك في تطوير مهاراتك انك تجي تتكلم قدام الناس هنا. تمام؟ لانه كل زول فينا عنده حكايه. ما في زول قاعد هنا عدم موضوع. قاعدين هنا صابين لنا كل زول عنده غبينه وكل زول عنده قضيه كل زول بيحب البلد صح؟ تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. اول حاجه شكرا للمبادره مبادره تحسين سوداني. انا اول مره اتعرف لكم فبس انا عايز اسالكم طبعا هو البحث حاجه كويسه وحاجه جميله اكيد شنو الوسائل اللي انتم بتنزلوها للقاعدة اللي عامه الناس يعني هل انتم عندكم معارض عندكم متاحف هذا وري المعرفه للناس البحث للناس العلم للناس بس يكون مستوى الناس مختلف يعني ممكن انا اكون انا خريج ممكن اكون عارف يهندس بس ما عندي معرفه في الموضوع الثاني هل انتم عندكم هاي كده مشروع طريقه للاتصال طريقه انك توصلوها للناس لعامه الناس ده بس السؤال شكرا لك يا باشمهندس. السؤال بتاعه كالتالي انكم انتوا يا اخواننا اول مره اسمع بكم الليله هل انتوا عندكم معارض ورج عمل عندكم محاضرات عندكم حياه فرض الواقع توصلوا بها الحاجات دي واحده من الاساليب بتاعتنا انه البحث العلمي عشان يكون كل الناس عارفينه مستخدمينه كمنهج بتاع حياه لازم البحث العلمي يكون موجود مع الناس في حياتهم ولا شنو؟ لو هو قاعد هناك بس في المختبرات وفي الفصول والقاعات الدراسيه ما بيقدر بيعرفه لكن لازم يكون هنا ده وسط الناس انا متاكد وسط الناس قاعدين بيسمعوا فيك ده من هم اعلم واخبر واخطر وافضل واشطر واذكى مني انا ده انا عارف الكلام ده لكن بتكون في عدد من الحوايج بتخليهم ما يجوا هنا يتبادلوا المعرفه بتاعتهم لما نجي هنا نقعد في محيط الاعتصام ونحن الباحثين السودانيين اخواننا يا انه وري البحث العلمي يعني شنو المنهجيه بتاع البحث العلمي يعني شنو هنا بالتالي بنكون نحن مع الناس في الشارع صح؟ الباحث بيجا ما زول كده قاعد لابس له لاب كوت ابيض وقاعد بهناك بيشتغل له في تجربه في ضفدع ولا فار ولا في دائره كهربائيه ولا برنامج بتاع كمبيوتر. احنا عندنا عدد من الانشطه السنويه، عندنا مؤتمر الباحثين السودانيين السنوي وده بتنظمه دكتوره اميمة هاشم عبد المطلب بتجي من كندا وهي عضو في المكتب التنفيذي بتاع المهندسين الكنديين. بتنظمه بصوره سنويه في شهر ديسمبر. بيتقدم بخط شعار الشعار الفات كان اللي هو الاستدامة في البحوث الهندسية كل المهندسين الشغالين في مجال التنمية المستدامة وكده جو قدموا الأوراق العلمية بتاعتهم كان مؤتمر لمدة يومين قبلها برضو كان عندنا منشط في قبلها بسنتين 2016 كان عندنا منشط في دار المهندس وكل فترة نحن بنعمل كورس بتاع آيلتس اللي هو الامتحان المؤهل للغة الإنجليزية يا إما للهجرة يا إما للحصول على درجة أكاديمية منحة دراسية المجموعة بتاعتنا الرئيسية فيها 467 ألف وعندنا 40 مجموعة فرعية 40 مجموعة فرعية دي فيها مجموعات بتاعت مهندسين مجموعات بتاعهم باحثين في الطاقة المستدامة مجموعات بتاعت باحثين في اللغات اللغة الألمانية الإنجليزية إلى آخره وفيها Special Interest Group يعني أنا مثلا مجالي كمبيوتر ساينس أنا بتاع علوم حاسوب في علوم الحاسوب البحث بتاع التخصص الدقيق في الماجستير والدكتوراه كان التنقيب في البيانات والخصوصية وأمن المعلومات دي انا عامل لها جروب مجموعه يلا التطبيقات بتاعت الكلام ده للمستقبل شنو؟ بتلقاها هي انترنت الاشياء، بتلقاها هي البلوك تشين، العملات الرقميه، التعدين الى اخره الى اخره. بقوم بعمل كل ما اجي بحث جديد انا بقوم بعمل مجموعه جديده بقول يا اخوانا تعالوا معي نتكلم، التطبيقات بتاعت الذكاء الاصطناعي، تعلم الاله، التطبيقات بتاعت الموبايل، التعلم في المستقبل حيكون شكله كيف؟ انتوا عارفين الناس حاليا المستقبل بتاع التعلم مش التعليم عارفين انه في فرق بين التعليم والتعلم صح؟ التعليم ده هو الحاجه اللي بيعملوها لك الناس التانيين التعلم دي الحاجه اللي بتعملها لنفسك دي اللي هي من المهد الى اللحد احنا بنكون
مهتمين بعملية التعلم. مستقبل التعلم دي عندنا محاضرة كاملة عنه في انه ماشي كيف، كيف انه هسه حاليا العالم في شركات بقت تشغل ناس ما عندهم شهادة أكاديمية لكن عندهم الخبرة العملية، صح؟ في حتات بتجيها انت عندك عارف المعرفة لكن ما عندك شهادة، بتمتحن عندهم بس الشهادة وتمشي. الكورسات على الكمبيوتر بتاعت اوريكل وسيسكو ومايكروسوفت وديل انت بتجي تمتحن عندهم ما بيسألوك انت قريت كورس وين، لو نجحت في الامتحان ده بتاخد الشهادة طوالي. ده مستقبل من الشركات على المستقبل. حتى نماذج العمل البيزنس مودلز بتاعت الجامعات، الجامعات حاليا بتعتمد على التيوشن بس، انه الزول بيجي يدفع مصاريف، مصاريف دي بيشيل منها جزء يدوه مرتبات، جزء للاداريين، جزء للمناهج، جزء للمباني والكهرباء والى اخره. النموذج ده ذاته بيجي شكله ماشي مختلف. ففي محاضره كامله عن مستقبل التعلم قدمها بروفيسور اسمه عبران من المدرسه اللي اسمها سلون في معهد MIT، موجوده عندنا مسجله ملخصه باللغه الانجليزيه والعربيه، احنا هنخدها هنا نسجلها في شكل بتاع تسجيل والناس تتناقش حوالينا. لكن احنا من التطبيقات العمليه اللي بتهمنا عشان الناس تو بي انجيج، الناس يعني يكونوا شغالين معانا، عندنا مبادرتين حنطلقهم من هنا من محيط الاعتصام. المبادره الاولى الباحثين السودانيين يا اخواننا بعددهم الكبير ده وتنوعهم وتوزيعهم في كل السودان وكل العالم، ده ان يتبنى الاحصاء السكاني 2019 يتبناه نحن، بحيث انه المشكله بتاعت ما في بيانات هنعمل بحث دي نحلها نحن. كل زول يكون عنده البيانات الكاملة اللي ممكن نعمل بها بحث، وبالتالي بنقدر ننتج عدد كبير جدا من البحوث. الكلام ده بيكون مستمر مع تدريبنا للناس في مهارات البحث العلمي ومنهجيات البحث العلمي، دي من التدريب الطوال المستمر. الحاجة الثانية دايرين الباحث ده عشان يجيك في الجامعة باحث لازم يكون من التعليم الأساسي هو كويس، صح؟ فعندنا مبادرة ثانية لإصلاح التعليم العام التعليم الحكومي، دايرين نحيث أولياء الأمور نكلمهم نشجعهم انهم يطلعوا اولادهم من المدارس الخاصه ويودوها المدارس العامه. احنا قرينا مدارس عامه والحمد لله، انا عملت الماجستير دكتوراه في كوريا الجنوبيه، ولما كنت يعني انتهيت من وقت ذاك كوريا في البحث العلمي كانت من اوائل الدول الخمسه الاوائل وفقا لمنظمه التنميه الاقتصاديه اللي هي OECD في الوقت ذاك، تمام؟ يبقى يا اخواننا اننا قرينا في تعليم حكومي سوداني ومشينا نافسنا افضل الجامعات ومراكز البحث والباحثين من كل الجنسيات الثانيه. ليه الليلة دي أنا ده أنور كوالد لأربع أطفال أدفع لهم زي 100 مليون في مدرسة خاصة؟ أنا داير أشيل أولادي أدخلهم مدرسة حكومية وأدفع 100 مليون دي المدرسة الحكومية، وأحيث أولياء الأمور التانيين إنه يعملوا الكلام ده. بالتالي نحن بنزيد من مرتبات الأساتذة، بنصلح المدرسة، نخش مجلس الآباء بتاع المدرسة ونحرص على إنه أولادنا ياخذوا التعليم الكويس نفس اللي كان بياخذوه في المدرسة الخاصة. أهمية الكلام ده شنو؟ إنه الحصة وطن. الزول اللي ما عنده ده منو حيجيب له اساتذه كويسين؟ منو حيصلح له المدرسه؟ مش كده؟ فبالتالي لازم احنا نكون روح الثوره دي الحريه سلام وعداله تكون شاملانا كلنا، كلنا نتطوع ندرب الاساتذه وندفع للمدارس وكده، بحيث ان اخواننا لحد الفتره الانتقاليه ما تمر ويجي الانتخابات الجايه وبتاع الثمانيه سنوات دي التسع سنوات الجايه دي الاطفال الموجودين حاليا اللي لها سنه اولى في المدرسه حيكونوا في ثامنه وتاسعه، صح؟ فدي لو ما لحقناهم الليله نحن بقرارات جريئه وفيها تضحيه من اجل الوطن ومستقبله نحن نكون ضيعنا اجيال كامله. فلازم الحصه وطن. فالمبادرتين دي حنناقشهم هنا نشوف كيف انه حنطرح المبادره نفسها وحتصل لنا كيف نصل للناس، كيف نقنع زول انه ولده هسه حاليا في افضل مدرسه بيدرسوا افضل اساتذه بافضل مناهج انه يشيل ولده ده يطلعه يوديه في مدرسه ثانيه. اول بديل انك يا خليك انت ولدك في المدرسه دي طالما انت دار تخليه هناك وما عندك طريقه وعندك ظروف ودك تمشي برا السودان والى اخره، يا اخي هل ممكن تدفع مساهمه مقدره للمدرسه الحكوميه بحيث انها حاله يصلح؟ واحنا متاكدين الروح الفينا دي بتاعت التعاون والتكافل والمحبه السودانيه دي الناس حتقتنع وحتعمل الكلام ده، مقتنعين، لانه في ناس الواحد اللي مستعد يبيع بيته، لكن السقوط بتاع الحكومه دي يتم، اتساس الكيزان والدوله العميقه يتم، صح؟ للنهايه دوله مدنيه ديمقراطيه كامله الدسم، ما فيها اي نوع من التراجع ولا المياعه. احنا هنا اخواننا قاعدين هنا ده عشان نكمل احلامنا اللي بنستحقها. ما في حاجة متخولين على زول، احنا بنستحق نكون